انطلقت كوادر التعداد في محافظة نينوى للمباشرة بتنفيذ الزيارة الثانية للأسر، الزيارة تتعلق بالتغيرات الحياتية، نتعرف على أعداد الولادات والوفيات لكل أسرة، من ثم نحصل على العدد النهائي للأسرة. احنا كنا قبل هذه الساعة في اجتماع في اللجنة الأمنية في مقر قيادة شرطة نينوى بحضور السيد قائد عمليات والسيد قائد الشرطة وممثلي الوكالات الأمنية، مناقشنا الخطة الأمنية وناقشنا تفاصيل حماية العدادين وأيضا تفاصيل تنقلهم. الحمد لله الأمور تجري بشكل جيد جدا، الباحثين في الميدان وهناك استجابة ممتازة لدى أسرنا. 10550 باحث هم الذين أنجزوا الزيارة الأولى وحاليا هم منتشرون لإنجاز الزيارة الثانية. اليوم من الصباح الباكر انطلقت المرحلة الثانية من عملية التعداد العام للسكان. يوم أمس أنجزنا المهمة المرحلة الأولى بنسبة 100%. أما اليوم فستكون هناك مرحلة سريعة، سيسأل المواطن على عدد الوفيات أو الولادات. هناك تعاون كبير جدا من قبل المواطنين وهناك استفسار من قبل القوات الأمنية. كما تعرفون اليوم وغدا سيكون هناك حظر للتجوال. ندعو كافة أهلنا في محافظة نينوى إلى إنجاح المساهمة الفعالة في إنجاح عملية التعداد.